طبعا انتو ايش كثر تسألوني جمال، شنو سبب جمال البشرة؟ طبعا انا قلت لكم صار لي فترة طويلة قاعدة استخدم يونيك سكن. بنات اعيز واقول لكم يصفي البشرة نقطة. انا بالضبط الحين داشة بالشهر الثاني ما قطعته. الكريم عبارة عن شيء غريب عجيب، بالضبط 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 يعطيكم نتيجة التقشير. شفت لما تستخدمين كريم تقشير بالضبط هذا يعطيش نفس النتيجة، بس بدون ما يعني بدون ما يعطيش شكل لقطة التقشير. تعرفون بنات لما تدي البشرة تقشر تصير ناشفة، تلقون قشور بيضة بالوي، هذا يفتح البشرة وينعنشها بس بدون ما يعطيش لقطة التقشير. خيالي الفترة قاعدة استخدمها. منو اللي تحتاج تستخدم هالكريم؟ اللي تحتاج تستخدمه إذا كان عندك بقع بويهج، أثار حبوب، مسام كبير، إذا كان عندك وردية، إذا كان عندك شلف بالوي، راح تشوفين ويهج ينتقل من حال إلى حال. بنات أعيز وأقول الكريم يموت. بنفس الوقت إذا كان عندك جروح قديمة أو مسوية مثلا عندك سكار من عملية معينة مسويتها، أو عندكم حروق لون كذي حرق بالجلد، ما رح يوخر 100% ولا 80%، رح يحسن المنظر يعني من 30 إلى 40%.